إذن نحن أمام نزلة غير مسبوقة، غير مفهومة، غير مسؤولة، باش ما نقول شي حاجة أخرى. اليوم ونحن نعيش أوضاع متوترة على مستوى يعني البلاد ديالنا، الناس من هي في القهرة ديالها من جراء الغلاء ديال الأسعار، الغلاء ديال المعيشة، إشكالات يعني بالجملة في غياب يعني غير مفهوم ديال الحكومة الحالية، غياب الحلول، غياب التفاعل مع النبض ديال الشارع، ونجد وزيرا يعني يصول ويجول بخرجات بهلوانية وشطحات يعني كما قلت غير مفهومة، ويطلق العنان للسانه ويتحدث وأصبح يفقه في كل شيء ويمتلك الحقيقة ويفهم في السياسة وفي الفقه وفي الأصول وفي كل شيء. هذه يعني احنا صدمنا صراحة، وآخر يعني آخر المتم كما تنقولوه هو هذاك التصريح اللي قال فيه السي وهبي بأنه هنا مشينا تدرنا التحليلة ديال الأديان، النص ديال المغاربة نقولها أنا بالعبارة ديالي، نص المغاربة ولاد الزنا. هذا وزير مسؤول وعلى قطاع حساس اللي هو قطاع وزارة العدل، واللي مفروض فيه أن يحمي يعني المواطنات والمواطنين، يحمي الأعراض ديالهم ويحرص على العدل يتحقق في وسط منهم، هو اللي كيجي كيتهم المغاربة بهذا الاتهام هذا، نظرا لأنه ما عرفش عنده إشكال في أنه يضبط اللسان دياله. ناهيك على أنه يقود واحد الحملة ديال الفتنة داخل المجتمع المغربي، فتنة اللي كيحاول أنه يشعل الفتيل ديالها بين المكونات ديال المجتمع المغربي، خاصة في تناول الموضوع ديال القانون الجنائي والتعديلات التي يبشر بها، وكأنه هناك واحد التيار تحرري وهناك تيار ظلامي متزمت، وهذا التيار الظلامي المتزمت يصور على أنه سيطر على المشهد، وفي مقدمة هذا التيار الفقهاء والأصوليون إلى غير ذلك، ويحاول أن يستنهض همم التيار الآخر من أجل أن يتحرك، وهو في الحقيقة غير باغي يجرو للتيران ديالو من أجل أنه يعاونو باش يدوز هذاك العبث اللي راه تيبشر به المغاربة واللي جايبو من قبيل هذيك اللي كيسميوها غير احتيالا العلاقات الرضائية، اللي هي في حقيقة الأمر علاقات الزنا، باش نهضروا باللغه ديال تا مغربيت، علاقه الزنا اللي خارج الاطار ديال الزواج واللي تنص عليها القانون الجنائي. السيد الوزير اليوم تيجي وتيقول بانه خصنا نرفعوا التجريم على هاد العلاقات ساده، واللي بغى يمشي مع شي وحده الله يسهل عليهم، حنا ماشي شغلنا. على هذا راه العبث، هذا الضرب يعني في الدستوريه ديال هاد الدوله هذه. هاد الوزير هذا اللي كيتكلم على الإجهاض من بعد ما دارت اللجنة الملكية وحسم الأمر، بالتالي أنا استغرب حينما يوجه الخطاب للفقهاء ويقول لكم أنتم الفقهاء ديوا في الفقه ديالكم. أنا كنقول له السيد الوزير، أنت كسياسي ديها في السياسة ديالك وديها في الوزارة ديالك، وخلي الفقهاء يديروا شغلهم وخليك أنت دير شغلك، خليك في التخصص ديالك. لان ولا بغينا نصنعوا الطياره ما غنعيطوش لوهبي باش يصوب الطياره، غنعيطوا للمتخصصين فيها، وملي غادي نجيو نقيسوا الفقه غنعيطوا للفقهاء ونحطهم فوق راسنا ونتصنتوا لهم لانه اهل علم، وملي غادي نبغيو نمشيو نديروا شي حاجه اخرى غنمشيو نجيبوا المتخصصين فيها. ولكن ان يطلق العنان للسانه ويتحدث ويبشر وكانه هو المغرب كان مقفول ومسدود، هو عاد غادي يجي يفتحوا، وحنا قرون داز في هذه البلاد هذه والدين الرسمي للدولة المغربية هو الإسلام. إذن هذا السيد هذا يتجاوز إمارة المؤمنين، يتجاوز دستور المملكة، هو فوق القانون، بالتالي هذا الشيء هذا ممكن إلا نقول كفى من العبث، كفى من العبث. السيدي غي إلا أنت تايق في ذاك الشيء اللي جايب، عندك القنوات الدستورية كوزير كتجي لقبة البرلمان المؤسسة التشريعية، واجي للجنة اللي مختصة
وحط داكشي اللي عندك بلا تطبال بلا تغياط بلا شعل الفتيل ديال 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 النقاش اللي تغيب فيه الحكمه وتغيب فيه يغيب فيه التبصر، وقل الكلمه ديالك ونحترم الراي الاخر وتكون عندنا سعه الصدر، نختلف لا باس. اسيدي انتما كاع كتبشروا بالعلاقات يعني بالانماط الاسريه الجديده اللي يخرجوا لها نيشان ويقولوا لنا المثليين، حنا راه ما عندناش مشكل نجلسوا على الطاوله ونناقشوا. الا كاينين الناس مرض وبغاو يأسسوا المرض ديالهم، حنا مستعدين وعندنا الاليات باش نقنعوهم بان هذاك راه مرض. حنا مستعدين باش نتكلموا على الزواجات القصيرات، حنا مستعدين باش نتكلموا على كاع القضايا التي كنا نعتبرها طابوهات اليوم واقع، لأننا نتفاعل مع الواقع ولأن الواقع متحرك وليس جامد. وبالتالي قبل ما تجي تقول لنا الفقه ولا تقول حنا كنقولوا باب الاجتهاد يجب أن يفتح والناس ديال التخصص يجب أن يتحركوا، حنا كسياسيين نديروا شغلنا والفقهاء يديروا شغلهم وانت كوزير سير دير شغلك لا خير، ولكن أن نطلق العنان ويعني نسب المغربيات الحرائر في الارحام ديالهم ونقولوا بان ولا درنا لادين راه النسبه الغالبه غادي يكونوا ولاد الزنا، انا كنتمنى ان هذا السيد الوزير يخجل من نفسه اولا، ثانيا ان يسحب هذا التصريح، ثالثا ان يقدم اعتذارا لجميع المغاربه. وهذا امر ما يمكنش يفوت زعما هكا بسلام. انا كنسمع بانه كاين هيئات اللي غادي توصل للقضاء، فكنتمنوا ان هذا الوزير هذا يستشعر ولو لمره انه وزير ديال المغاربه كاملين ماشي ديال واحد التوجه دون اخر، ويخلي الاختلاف يدبر بالحكمه وما يدخلش يشعل الفتيل ديال الحرب بين المغاربه، هذا ليس فيه من الحكمه من شيء. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.